لما توقفت حسيت حالي محبوسة بسجنين. السجن طلعت منه ورجعت لبيتي، السجن التاني خايفة ما أطلع منه كل عمري. أنا محبوسة بذاكرتي، اللحظات البشعة تبع الخطف، بتليفونات الخاطفين، بالفيديو اللي بعته. محبوسة بميت سؤال وسؤال، ليش هيك ساووا؟ من مين بدهم ينتقموا؟ ليش نادر بالذات؟ كيف بدي احمي ابني اللي مالي قدران يسفره؟ الوجع اللي جواتي لا بينحمل ولا بينطاق. انت هلا لازم تفكري برامي. حيضل يسأل عن أبوه. لإمتى فيك تضلي تتجاهلي وتغيري له السيرة وتلهي عن الموضوع؟ بالأخير بده يعرف. شو بدي أقول له؟ أبوك مات؟ هي اللي مات في وراها 100 سؤال. أنا هلأ مالي قدران أتعامل معهم. فضل أني أقول له أبوك مسافر، مع الوقت بخف ارتباطه فيه. بعدين بلاقي طريقة بخبره بالموضوع. أنا آمنة بجنبه. شو هاد؟ شو هاد؟ احكي. شو شايفة يعني؟ شايفة يعني انه انت لما عم تنضرب على قلبك تشتري له هاد، ما عم تتذكر انه ما معنا ناكل؟ لك اذا طبوك يا بغل، ما عم تفكر فيني وبامك؟ لا، بطلت تفكر بحدا. اناني وحيوان لانك. اعطيني الكيس ووطي صوتك. رح اعطيك الكيس. وين رايحة صبا؟ صبا تعي لقلك. لك وين رايحة؟ لك وين رايحة؟ عم بقلك اعطيني اياها بلا هالحركات. افتحي. لك افتحي صبا. لك شو عم تسبتي؟ صاروا بالسياقات، إذا بدك اياهم روح الحقهم. شوفي صبا. ما في شيء.